إلى أنقرة التقى رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي مع رئيس حزب الحركة القومية التركي دولة باهجالة، وبحث معه الأوضاع التي يمر بها التركمان في العراق والتطورات الإقليمية. قال الصالحي خلال اللقاء أن العراق مقبل على مرحلة كبيرة بعد الانتهاء من داعش، وهناك تحديات كبيرة ستكون أمام الشعب التركماني، مشيرا إلى أن التركمان سواء كانوا في العراق وسوريا هم من مع بقاء وحدة العراق وسوريا أرضا وشعبا، ويرفضون كافة مخططات التقسيم التي تهدد المنطقة. من جانبه أكد رئيس حزب الحركة القومية التركي دولة باهجالة أنه يقف إلى جانب التركمان دوما ويتابع قضيتهم عن قرب، معبرا عن أسفه وحزنه العميق لما يتعرض له التركمان في العراق، كما أشاد بدور الجبهة التركمانية العراقية في الدفاع عن حقوق التركمان. وأكد باهجالة رفضهم التام لأي خطوة تهدد وحدة العراق وتربك الأمن في المنطقة، معربا عن أمله في عودة النازحين والمهجرين التركمان إلى ديارهم في أقرب وقت.